بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا
قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي والي وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي والي وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات،
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغسلي 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات
ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافي البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني يا إلهي إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات
ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا دافع البنيات، ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات، ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات، ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوان والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات، ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات، ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات، ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات، ويا حل المشكلات. أغثني أغثني
أغسني يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات، ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات، ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات، ويا قاضي الحاجات، ويا كافي المهمات، ويا دافع البليات، ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات،
إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم.